ينضم إلينا الآن الجزائر موفدنا سمير عمر. سمير، أهلا بك معنا. إذن اليوم هو اليوم الثاني من اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة على مستوى القادة. ماذا على أجندة اليوم؟ أجندة اليوم عليها لقاء مهم غير رسمي يعقده الوزراء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أحد الفنادق في العاصمة الجزائرية قبل أن يلتئم الاجتماع الرسمي في 12 ظهرا بتوقيت الجزائر التوقيت المحلي. ما الذي سيدور في هذا الاجتماع؟ هو محاولة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية التي لم يتمكن الوزراء بالأمس في الاجتماع الذي امتد لقرابة منتصف ليل الجزائر دون الوصول إلى الاتفاق فيها. من أبرز هذه النقاط الخلافية التي يبحث الوزراء في التوصل لصيغة توافقية بشأنها هو ما يتعلق ببند التدخلات غير العربية في شؤون الدول العربية. من المعروف أن هناك لجنتان منبثقتان عن الجامعة العربية، لجنة تتعلق بالتدخلات التركية في شؤون الدول العربية ولجنة أخرى تتعلق بالتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. ما يتعلق باللجنة التركية على سبيل المثال كانت آخر اجتماعاتها تؤكد على رفض التدخلات التركية في شؤون الدول العربية في مقدمتها ليبيا وسوريا والوجود التركي على الأراضي العراقية. ومن ثم فهناك محاولة لتوحيد صيغة إعلان الجزائر بشأن هذه التدخلات التركية في شؤون الدول العربية. كذلك ما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وكيفية النهوض بها كانت أحد النقاط التي شهدت نقاشا بالأمس. ما يجري الآن هو محاولة أن تكون قمة لم الشمل بلم شمل حقيقي سواء على القضايا المركزية التي لا يوجد فيها خلاف بين الدول العربية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يتعلق بدعم جهود العمل العربي المشترك، ما يتعلق بحماية الأمن القومي العربي على مستوى الأمن الغذائي، الأمن المائي إلى آخره، أو ما يتعلق ببعض النقاط الخلافية بشأن تقديرات بعض الدول العربية لكيفية التعامل مع بعض الملفات. يبدو أو على الأقل هذا ما نقل إلينا من دبلوماسيين عرب وجزائريين أن رغبة الدولة المضيفة وحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إنجاح هذه القمة قد يتمكنوا من إيجاد حلول توافقية تحول دون استمرار التباين في وجهات النظر بين الوزراء قبل الدخول للاجتماع الرسمي هنا في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية. شكرا لك مفدنا سمير عمر، كان معنا من الجزائر.